مدينة الرستان احتلال استعمار الأسلحة من قبل السجنين من الجهة الشمالية لهذه المباني مباني المدنيين حيث يقوم العناصر الاحتلال الأسدي باحتلال هذه البيوت. كما نرى هذا البيت على ظهر وسطح هذا المنزل الدشم العسكري. وأيضا ذاك المنزل كما نرى العلم علم النظام يرفرف فوق سطح هذا المنزل المحتل من قبل عصابة الأسد.